قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منهم، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فما ظنكم برب العالمين؟ الله جل جلاله يقول: أنا عند ظن عبدي بي. المعنى أن الله يعاملك ويعاملني على حسب ظنك به، فمن توقع من الله خيرا وجد خيرا، والبعيد عني وعنكم من توقع من الله شرا وجد